كان في تجربة اتعملت بيقعدوا ويدونوا الحالة الشعرية بتاعت الناس اللي بتعمل عملية المنظار. فكان في 2 جروب، الجروب الاولاني بيعمل عملية المنظار في 10 دقايق وبعد كده بيشيلوا المنظار من على عينيه على طول، والجروب الثاني بيفضل برضو 10 دقايق برضو في العملية، بس بعد العشر دقايق بيقعدوا 5 دقايق كمان بيشيلوا المنظار شوية بشوية، فبيحسوا بألم خفيف شوية. فلما نيجي نبص كده بنلاقي للجروب الاولاني قعد 10 دقايق والعملية خلصت، والجروب الثاني قعد برضو 10 دقايق برضو في العملية بس قعد 5 دقايق زيادة بيحس بوجع بسيط. وجم يسألوا الناس بعد العملية باسبوع مين فيكم اللي اتوجع اكتر. المفروض ان الجروب الاولاني قعد 10 دقايق والعمليه خلصت، والجروب الثاني قعد 10 دقايق وبعديها 5 دقايق زياده بيحس بوجع بسيط. واللي اكتشفوه ان الجروب الاولاني اللي قعد 10 دقايق والعمليه خلصت كان رد فعله اعنف من اللي قعد 15 دقيقه بس الخمس دقايق زياده دول كان وجع بسيط. ده علشان العمليه انتهت في اعلى مستوى من الالم في الجروب الاولاني، لكن الجروب الثاني قعد 5 دقايق الوجع بيقل شويه بشويه، زي فكره الفيلم كده. ممكن يكون الفيلم كله ساعه ونص واخر 4 دقايق بس الفيلم بايخ، فتطلع تقول الفيلم ده ممل وبايخ. وممكن يكون برضو فيلم تاني الفيلم كله بايخ وممل، بس يجي اخر 4 دقايق بس المخرج يعمل تركايه تطلع تقول الفيلم ده روعه وعالمي، زي ما بيقولوا كده افقدت التجربه متعتها. طب انا ايه اللي خلاني اصلا اقول المثل ده؟ علشان يومنا بيمشي بنفس السيناريو ده. ممكن يكون مثلا واحد مثلا يومه كله كان تحفه وحلو جدا في الشغل، بس يجي بس وهو مروح بس حد يخبط له العربيه من ورا بس خبطه صغيره، فلما يجي مثلا يروح البيت ومراته مثلا او اولاده مثلا يسالوه اليوم كان عامل ازاي، يقول لهم ده كان يوم ومش عارفه ايه والكلام ده، علشان اخر موقف بس كان وحش. اللي بيحصل في اخر اليوم هو ده اللي بيسيطر علينا، والحل بتاع المشكله دي اننا ننزل من الحكم العام للحكم المنطقي. انا فعلا يومي كان ماشي حلو ولا كان ماشي وحش؟ وده بيخلينا في اخر اليوم واحنا نايمين بننام بهدوء. فبعد اذنكم ما تشخصوش اليوم بتاعكم غلط، لو اليوم حلو تقول ده حلو، ولو اليوم وحش تقول ده وحش. حتى لو اليوم حلو فيه بس حاجات صغيره مثلا وحشه يعتبر اليوم حلو. ولو انت عايز يومك يبقى حلو ما تنساش تعمل سبسكرايب في اليوتيوب وتدخل على صفحه البيج بتاعت الفيسبوك وتعمل لايك للصفحه بتاعتنا، وبس كده دوس يا كوتش. سلام عليكم.